السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. أما الشيخ بديع الدين الراشدين فهو من مشايخنا، وقد حضرت له حفظه الله تعالى قدر درس أو درسين أو ثلاثة، وهو يعتبر من أئمة أهل السنة جزاه الله تعالى خيرا، وهو يغلب التقليد والمقلدين وينفر عنه. وهكذا أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى يعتبر إمام أهل السنة، وننصح جميع إخواننا باقتناء كتبه والاستفادة منه. وهكذا أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى يعتبر إماما من أئمة أهل السنة وناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عبد الرحمن بن يحيى المعلمي فأمثاله قليل في هذا الزمن، وكتبه إذا قرأت كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ترى العجب العجاب من صبره وتجلده في الرد على الكوثري، وقد لقبه بعضهم بذهبي عصره. فالحمد لله يعني كتبه مفيدة وأسلوبه سهل. إحسان إلهي ظهير أيضا سلطه الله على الرافضة وعلى الشيعة ففضحهم، وهو يعتبر صحيح ناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجل هؤلاء كثير أن يسأل عني هم ولا أسأل عنهم، فهم أئمة هذا الزمان جزاهم الله خيرا. ونحن إذا قلنا فلان وفلان من هؤلاء لست أعني أنك تقلده، لست أعني أنك تقلده، فلا تقلد بديع الدين ولا الألباني ولا بن باز ولا فلان ولا فلان، هم هؤلاء أئمتنا، لكن لو كنا مقلديهم لقلدنا أبا بكر وعمر وعثمان ومن سلك مسلكهم، نستفيد من كتبهم ونشجعهم على مناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمع البدع والأباطيل. وهكذا أيضا يوجد في مثل أخينا ربيع بن هادم حفظه الله تعالى من مدرس الجامعة الإسلامية، والشيخ عبد المحسن العباد أيضا حفظه الله تعالى من مدرسي الجامعة الإسلامية.